سجل الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي تراجعا في معدل أسعار البنزين بنسبة 3% مع ارتفاع سولار 1% مع استقرار الكاز مقارنة مع الأسبوع الأول. وعلى مستوى الأسبوعين تسجل أسعار البنزين ارتفاعا مع انخفاض طفيف على مدتي السولار والكاز مقارنة بالشهر تشرين الأول الماضي، وتاليا تغيرات الأسعار بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.